طيب انا هاخدك بما انك قلت معايا هتبدع، فعايزين نعرف هتبدع فين في راس سنانتك، يعني الابداع بتاعك هيكون فين؟ انا السنه دي في مصر ان شاء الله هعمل 3 حفلات كده في مصر. يعني انا بحب جدا جدا على فكره راس السنه في مصر، مش عارف بقالي كتير ما عملتش، بقالي سنتين. ايوه السنه اللي فاتت كنا عاملين هو في حفله احلى من مصر، كانت احلى من مصر. طبعا مصر احلى بلد واحلى ايوه جمهور طبعا واحلى طبعا، شعب الطيب الشعب الجميل المصري والناس اللي انا الجميله، بموت فيه وبحبه وبدع وبنبسط معاهم زي ما فيه. انت عايز براحتك يعني. انا بحب جدا الجمهور المصري، وعارف اقول لك على حاجه، حتى في القاعات بتاعت الحفلات بتاعت راس السنه ما بتلاقيش مصري بس، انا عايز اقول لك بتلاقي 40% من الجمهور مصري طبعا وال60% للسعوديه والليبيا طبعا، وقطر الناس بتيجي مصر كل علشان هي الناس. كمان يعني تبدع هي كمان. فقول لي ايوه هتبقى موجود في مصر في راس السنه؟ هبقى موجود ب3 حفلات ان شاء الله.